فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا طلب مني شخص سلعة معينة ليست عندي، أقول له سوف أحضرها لك بعد ساعة، ثم أخرج وأحضرها دون أن أخذ منه شيئا، ثم بعد ذلك يتم البيع، هل هذا فيه شيء شرعا؟ إيه، لكن السلعة لك، له أنه يتركها وله أنه يأخذها، هي على ملكك. أما أنك تجزم ويجزم هو على أنك تشريها وهو ما شافها تشريها وتقول هذه على ملكك أنا شاريها لك، هذا ما يجوز. نعم.